السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة شمس الحياة. كنتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله ضمن تحضيرات العيد، فبغيت نشارك معكم حلوة البهلة بطريقة اللي سهلة بزاف ومكونات جد اقتصادية، كتجي رائعة لذيذة بزاف مشقة كيف ما كتلاحظوا معايا. فما نطولش عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير اللي سهلة بزاف. كأس ديال الزيت مملوء جيدا أو عامر مزيان، كأس غير مملوء أو كأس إلا ربع تقريبا سكر كلاسي أو سكر بودرة، 3 ديال الملاعق زنجلان أو سمسم، 16 غرام خميرة كيماوية أي ما يعادل 2 ديال الأكياس، رشة ديال الملح ونصف ملعقة صغيرة قرفة، 3 ديال الكؤوس دقيق أبيض تكون غير مملوءة ناقصة شوية تقريبا 1 الملعقة. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير فهي سهلة بزاف. غناخد أولا كأس ديال الزيت، غنزيد عليه السكر، غنزيد القرفة والملحة، غنزيد زنجلان. بالنسبه للزنجلان فانا حمرته غير شويه، ما حمرتوش بزاف لانه مازال غادي يطيب ليا مع الحلوه. وغنبدا كنخلط في الخليط ديالي مزيان حتى كتنسجم ليا جميع العناصر. الا بغيتو تستعملوا الطراب الكهربائي فغادي يكون احسن لانه كيخلي الحلوه ديالنا كتجي خفيفه، كيف ما يمكن ليكم فقط تخدموها غير بيديكم. هنا صافي كتبان ليا جميع المكونات انها ذابت وانسجمت مع بعضها، فغنبدا نضيف الدقيق الابيض، غنضيف الكاس الاول، غنزيد عليه 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات اي ما يعادل 16 غرام، وكنبدا نجمع فيها غير بالاصابع كيف ما كتلاحظوا معايا. غنضيف الكاس الثاني، بينما الكاس الثالث فانا غنحتفظ به حتى كنضيفه بالتدريج. بالنسبه للدقيق فنقدروا نحتاجو اكثر نقدروا نحتاجو اقل كيف ما كتلاحظوا معايا، فانا ما كندلكهاش فقط كنحاول نخلطها مزيان حتى كيداخل ليا الدقيق مع المكونات السائله. غنضيف الكاس الثالث بالتدريج، غنضيف دابا فقط النصف وكنحاول ندخله غير بشويه كيف ما كتلاحظوا معايا بلا ما ندلك. صافي وكنبقى نضيف شويه بشويه حتى كنحصل على عجينه اللي تكون متماسكه وفي نفس الوقت طريه. هذا هو القوام ديال العجينه اللي كنحصلوا عليها، فهي ماشي خفيفه بزاف وماشي قاصحه، فانا خدات مني 3 الكؤوس كامله. هنا غنبدا نشكلها كويرات صغيره، خديت واحد الكميه وكنبدا نجمعها بيدي على هذا الشكل. صافي وكنبدا نكورها كيف ما كتلاحظوا معايا، فهي كتشكل معايا بسرعه. غادي نبسطها شويه كيف ما كتلاحظوا معايا، ما غاديش نخليها مقبه حتى كنحصل عليها بهذا الشكل. كون ضاعف الصينيه اللي غندخل الفران فرشت فيها ورق الطبخ، وكيف ديما الا ما كانش متوفر يمكننا نعوضوه بالقليل، ندهنوا الصينيه ديالنا بالقليل من الزيت. نزيد معكم وحده ثانيه كنحاول نجمعها بيدي بهذه الطريقه. صافي وكنبدا كنكورها كيف ما كتلاحظوا معايا، فهي كتشكل معايا بسرعه وما كتفتتش ليا. كنحاول نبسطها شويه ودائما كنحاول نجيبهم بنفس الحجم باش حتى المنظر ديالهم كيجي زوين. نزيد معكم واحده اخرى، دائما كنجمعها بيدي حتى كتماسك، فبهذه الطريقه فهي كتكور معانا بسرعه. صافي بعد ما كنكورها كنبسطها اولا كنضغط على واحد خفيفه بهذا الشكل. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للفران فشعلته على 240 درجه حتى كيسخن مزيان غير من الفوق فقط. كندخل الصينيه ديالي، مني كتبان لي الحلوه صافي انها تشقات مزيان فغنقص الحراره حتى ل 170 وكنخليها كطيب على المهل حتى كتاخذ ليا واحد اللون ذهبي من الفوق ومن التحت. والسيدات اللي عندهم الفران ديال الغاز فتا هما نفس الطريقه، كيسخنوه مزيان مزيان غير من الفوق
كيدخلوا الحلوى حتى كتشق وكتفقع، وعاودوا ينقصوا ليه العافيه تكون مهيله حتى كتحمر وكتاخذ واحد اللون ذهبي، ويعاودوا يشعلوا من التحت باش كتحمر لينا وكتاخذ نفس انا اللون. كورت الحلوى اللي عندي كامله، خرجت لي 23 حبه، وكيف ما كتلاحظوا معايا فانا صوبتهم شويه كبارين، فاذا صوبتوهم صغارين فاكيد غادي تخرج لكم اكثر، ولا بغيتوا كميه زايده فما عليكم الا الضعف في المكونات. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، فهي كتجي كامله مشقه واخده نفس اللون الذهبي، ورغم ان مكوناتها جد بسيطه واقتصاديه فهي كتجي اكثر من رائعه ولذيذه بزاف ومشقه كيف ما كتلاحظوا معايا، وناجحه 100%. كنتمنى الى عجبتكم ما تبخلوش ليا بلي لايك ديالكم باش الفيديو ديالنا يطلع يوصل لاكبر عدد من الناس، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم، كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد. وفي الاخير ما بقى لي الا نخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.